Peace and love everybody. السلام عليكم. وحشتوني. النهاردة عايزين نتكلم على سر النشاط. ولكن قبل ما نتكلم في كورونا منتشرة في الجو. لو سمحت خدوا بالكم من نفسكم. Stay at home everybody. اقعدوا في البيت. وان شاء الله ربنا يحفظنا من الكورونا اللعينة دي. ما تنسوش سبسكرايب تضغطوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. لايك للفيديو واكتبوا تحت كومنتاتكم في التعليقات بكل حرية. زائد هسيب لكم تحت ليك في الديسكريبشن البرودكت حلو جدا ممكن تستخدموه تلعبوا بيه رياضة في البيت. هو فين البرودكت ده؟ اهو هنا. يلا نبتدي الفيديو. وعلشان نعرف سر النشاط استضفت معايا النهاردة صديقي الكاتب عثمان المرغني. ازيك يا استاذ عثمان؟ السلام عليكم. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله. سعداء طبعا باستضافتك النهارده. وانا سعيد بالقعده. الله يخليك. طيب كلمنا شويه عن سر النشاط عثمان وازاي نقدر ان احنا نبقى نشاطين في حياتنا. من اسرار النشاط هي ان الشخص يكون ايجابي. الايجابيه تبدا من النفس من الداخل تتحول الى الخارج في شكل التطبيق في ممارسات الحياة اليومية. كيف نكون نشيطين؟ كيف نكون إيجابيين؟ كيف نخرج الطاقة السلبية من النفس ومن الجسم؟ عن طريق ممارسة الرياضة. هنالك طرق عديدة لممارسة الرياضة. إلا ممكن الواحد يعني يمشي مسافات طويلة تكون مقسمة على مدى الأسبوع أو خلال كل يومين أو ثلاثة أيام. والأشياء دي بتفرغ الطاقة السلبية. الشيء الثاني بتحرك الدورة الدموية داخل الجسد مما بيساعد على أن الشخص عقله وخلاياه تكون أكثر نشاطا وأكثر إيجابية في عملية التفكير وإعادة يعني تجديد الخلايا للتفكير بطريقة أكثر إيجابية وطريقة أكثر يعني فيها نظرة وفيها في عمل مهم. طيب يعني أنت بتوضح لنا عثمان أن أنت يعني سر النشاط بيندرج إلى شيئين. الشيء الأول هو الرياضة. الشيء الثاني هو الإيجابية. يعني إحنا مفروض نجمع الاثنين مع بعض علشان نقدر نبقى عندنا نشاط وحيوية. نعم. نحتاج نحن نقسم النشاط لجزئين. تمام. الرياضة والطاقة الإيجابية هما لهم صلة ببعض مربوطين ببعض. يعني مثلا الرياضة بتحول الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية. ممارسة الرياضة من الأشياء المهمة في الحياة. بتحافظ على نضارة البشرة. بتحافظ على تجديد الخلايا وهرمونات الجسم. بتحافظ على نشاط الجسم بإنتاج خلايا أكثر ضخ الدم وتحريك الدورة الدموية مما يساعد على أن الشخص يفكر بطريقة أكثر انفتاح وأكثر إيجابية يكون عنده حيوية في الجسم. حيوية في الجسم تحول لحيوية في العقل. بالتالي الفكر يكون حيوي وكل شيء يكون يعني مفعم بالحياة من حواليك. وده بيأثر على العالم اللي تعيش فيه والمحيط اللي حواليك في المجتمع اللي تعيش فيه. كلامك جميل جدا يا عثمان. ولكن تعالوا نتكلم كلام عملي اكتر. يعني انا شايف ان كلامك نظري زائد ان كلامك طبعا علمي. قول لي انت بتعمل ايه في حياتك بيخليك نشيط كده؟ نعم. الاشياء اللي بتدفع الواحد انه يكون نشيط في حياته انه دائما هو يكون فكره ايجابي في الحياه، نظرته ايجابيه حتى عن الاخرين، ايجابيه حول البيئه اللي هو عايش فيها. بالتالي الاشياء دي بتشجع الواحد انه ينام او ينام يعني مرتاح ويصحى مرتاح، ياكل اكل صحي، ياكل في اوقات منتظمه. بالتالي ده كله بيشجع بيدفع الشخص انه يكون نشيط انه يصحى في اوقات مبكره ويمارس الرياضه او حتى يستنشق هواء نقي خصوصا في الفترات الصباحيه. وده بياثر على بقيه اليوم كامل. يعني على مدار الساعه كنت نشيط بسبب الصحيان في وقت مبكر والتغذيه الصحيحه والتفكير الايجابي وعمل الرياضه. كل الاشياء دي بتتحول الى طاقه ايجابيه وبالتالي بتبعث في الوجه نضاره على مدار اليوم تخليك متفائل ومبتسم. وده بيتحول الى البيئه اللي انت عايش فيها او الى الحوالين
والناس اللي هم حوالينا. ممتاز. طيب انت بتعمل ايه؟ قول لنا خطوات 1 2 3 بعملهم يا جماعة يوميا علشان اقدر افضل على نشاط يومي. بتعمل ايه يا عثمان؟ اول شيء نبدأ بالفترة الصباحية، دي تعتبر اهم اوقات في حياتنا، فترة الصباح، وبالاخص يعني بالصحو من النوم مبكر، لانه صحيان مبكر من النوم. بتصحى مثلا الساعة كام؟ الساعة 5:30 صباحا. 5:30 هو ده. بتصلي الفجر حاضر؟ الحمد لله بصلي الفجر حاضر ما شاء الله. المسجد اليومين دي فيه بسبب ظروف معينة، بسبب كورونا يا جماعة، احنا يعني ربنا يحفظنا جميعا. stay at home everybody، خليكم قاعدين في البيت وان شاء الله نتغلب على هذا المرض اللعين. طيب طبعا بسبب كورونا انت طبعا ما تقدرش تصلي في الجامع اليومين دول، ولكن يعني انت بتقول لنا ان انت بتصلي الفجر حاضر، بتصحى الساعه 5:30 تصلي الفجر حاضر، وبعدين؟ نعم، بعد صلاه الفجر بيكون في نوع من الاسترخاء في الجسم، باعتبار انه في استنشاق هواء نقي في الفتره الصباحيه، ما في وقود، ما في محركات، ما في مصانع شغاله، ما في اصوات او اي شيء مزعج بعد صلاه الفجر، لانه دي فتره نقاهه، فتره نقاء للبشر وللصحه العامه. بالتالي ده الوقت اللي بيكون مناسب انه الشخص يعني يتناول مثلا شيء من مقبلات مثلا، او مثلا يشرب مثلا عصير، او يشرب ميه من الصباح، يتحرك الدوره الدمويه ويبتدي يمارس مثلا الرياضه، اي نوع من انواع الرياضه بيساعد في عمليه انه الشخص يخرج اي طاقه سلبيه، اللي هي طاقه سلبيه تكون مثلا متراكمه في الجسم، او مثلا يحرك الدوره الدمويه عن طريق اي نشاط، المشي سريع او الهروله، او ممارسه اي نوع من الرياضات اللي بتكون يعني مفضله بالنسبه للشخص حسب هو ورغبته. طيب بتمشي كم كيلو في اليوم يا عثمان؟ برضه لحد دلوقتي انت ما قلتلناش. طيب انا بمشي في الاسبوع بين 12 الى 15 كيلومتر. ما شاء الله. دي حوالي 12 او 15 الف متر، هي مقسمه على مدى 3 ايام في الاسبوع، يوم بعد يوم. بتكون من الاشياء الجميله فيها انه الشخص يكون يعني حرك الدوره الدمويه، تخلص من الدهون، من الطاقه السلبيه، ومن السموم اللي هي موجوده في الجسم، اللي هي بتخرج عن طريق نسمات الجسم اللي هي العرق. طب في سؤال دلوقتي في بعض الناس ما بيقدروش يتحركوا، تمام؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم عندهم قمه من الياس والاحباط بتخليهم ان هم ما يقدروش يبقى عندهم نشاط ولا يقدروا يتحركوا، حتى مش قادرين يعملوا رياضه. دول تحب مثلا نقول لهم ايه، ولا تحب مثلا ان احنا ننصحهم بايه؟ جميل. للشخص اللي بيعاني من ازمات، خلينا نقول في ازمات عاطفيه، في ازمات نفسيه، في ازمات اجتماعيه، انواع ازمات كثيره اللي هي بتسبب في اعاقه الشخص في حياته اليوميه وممارساته الطبيعيه، افضل شيء انه الشخص يخرج من الازمات دي، لانه دي الازمات كلها بتسبب اكتئاب، والاكتئاب بيكون مزمن، بيقود الشخص لمراحل خطره في الحياه، ممكن حتى يسبب حالات من الجنون، او حالات يعني يسموها علماء النفس بحالات يعني صعب انه الشخص يتم معالجتها حتى عن طريق الادويه. الشخص بيروح عشان ياخذ ادويه ليتخلص من ازماته النفسيه، حين انه الادويه هي مكلفه، انت ممكن توفر المال لما انت تروح تصرف اموال طائله في ادويه، وهي عندها اثار جانبيه مضره حتى على صحه الانسان. ممكن هنالك في دواء طبيعي، وصفه طبيعيه مفيده للجسم، اللي هي ممارسه الرياضه. اهم شيء عشان الواحد يبدا يطلع من الحاله النفسيه اللي عايش فيها ويبتدي يتحرك، بيعمل ممارسه نشاط رياضي او اي نشاط رياضي، ينسى كل شيء. الواحد لما يصحى في الصباح يصحى مخه يكون نقي، ذهن صافي، يصلي الفجر ويرفع يده لرب الكون وربنا الكريم ان شاء الله، ويستر البشر كلها، وربنا ان شاء الله يعني يدفع الجميع دائما للخير، يتامل في رب الكون، يتامل في السماء، يتامل في الحياه، يتامل في النفس الطالع ونازل، والصحه اللي هو عايشها، وانه هو لسه عايش مستمتع بالحياه. فليه ما الواحد يبدا حياه صح، يبدا يوم صح صحيح، يبدا يوم نضر، يوم مفعم بالحيويه، وينزل يتحرك، يمشي ان شاء الله حتى لو يبدا ب 500 متر او 1000 متر كبدايه، حتى لو يمشي 5 دقائق او 10 دقائق، ما حتكون مرهقه، ما حتكون فيها نوع من الاجحاف، بالعكس حتكون فيها نوع من انه الشخص يتخلص من الطاقه السلبيه، وبدا الحياه
في المسار الصحي، بدأ يمارس الرياضة، والرياضة تبدأ ممارسة من مشي حتى 10 متر، تبدأ من 10 متر ولو حتى متر، ولو يمشي متر 10 متر في هواء ناقص نقي الصباح يكون أفضل من إنه الشخص يكون يعني محبوس في غرفة أو في مكان يعني ما في حتى يعني خروج من الأزمات، أو ما بيساعد على خروج من الأزمات في الوضع اللي احنا عايشين فيه أو في الأوضاع عايشين فيها في هذا الوقت. ويفضل إنه الشخص ينزل يترك الأدوية على جنب، يترك المضادات، يترك كل شيء ويمارس الرياضة. الرياضة حتكون هي بديل مجاني ما مكلف، يحفظ المال، يوفر الأموال، يوفر المجهود السلبي، يوفر ضياع الصحة، بيديك طاقة طبيعية وصحة طبيعية بدون أي صرف أموال، بدون أي مجهود إضافي الجسم ما يتحمل، ما يتقبله، أو يعني بيقودك لحياة أكثر نشاطاً وأكثر أمل وأكثر حيوية وأكثر ازدهار. الله الله الله، كلام جميل قوي يا عثمان، وإحنا بنشكرك على اللقاء الجميل ده. يا جماعة إحنا النهاردة اتعلمنا ثلاث حاجات. أول حاجة الإيجابية، خليكوا إيجابيين، بمعنى أي حاجة سلبية تواجهوها اقضوا عليها بالإيجابية، مفيش كلام. تاني حاجة الرياضة، لو انت ما تقدرش تلعب رياضة مثلا ثقيلة او مثلا كمال اجسام او الاشياء دي كلها، امشي، المشي رياضة، اعمل اي حاجة بسيطة فيها رياضة، ما فيش اي مشكلة. تالت حاجة نتعلمها للناس اللي مش قادرة تتحرك ولا حاسة ان هي مش عارفة تقوم باي نشاط، بنصحكم حاولوا تتغلبوا على نفسكم، قوموا وتحركوا وان شاء الله هتنجح. طيب احنا في نهاية الفيديو ده يعني عايزين نقول فزورة للجمهور، وياريت تكتبوا تحت اجابة الفزورة في التعليقات، وهي الفزورة بتقول يا عم عثمان صغير قد الكف ويلف العالم لف، تعرف الاجابة؟ بصراحة لا. طيب خلاص صباح الفل يا جماعة، عايز اجاباتكم تحت في التعليقات. اشوفكم على خير، peace and love everybody، السلام عليكم. Estamos mayo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico.